كابتن مصطفى يونس كابتن النادي الأهلي، كابتن مصطفى يونس عمل تاريخ كبير للنادي الأهلي. إيه اللي يخلي مصطفى يونس يلبس تيشيرت نادي الزمالك؟ إيه اللي يخلي مصطفى يونس يشتغل في قناة نادي الزمالك؟ مصطفى يونس يعني لو حتى عنده مشكلة إنه مش هيشتغل في قناة الأهلي، عن مش موجود في النادي الأهلي، على الأقل ما يروحش يكون موجود في قناة الزمالك. ارد انا بعد اذن لا حضرتك في ثواني النقطه يا دي؟ كابتن رضا، خلينا ارد كابتن انا رضا، وبعدين انت كمل بعدين. كابتن رضا، انا عايز الكابتن مصطفى. طيب لما اتعملت قناه النادي الاهلي، طه بصري ليه اشتغل في قناه الاهلي؟ فاروق جعفر ليه اشتغل في قناه انا الاهلي؟ كنت موجود وقتها. الصديق كابتن طه بصري كان موجود، حلمي طولان ليه كان بيشتغل في قناه الاهلي؟ كابتن حسن، حسن شحاته، كله يعني. طيب مصطفى، مش مصطفى لسه في نادي الزمالك؟ وانا كنت فين ساعتها؟ في التلفزيون. احنا كنا قاعدين في القناه وتراهنا لو الزمالك كسب الدوري، وما انا كانش عندي شك واحد في المليون ان الزمالك هيكسب الدوري يا اسلام. واحد في المليون لو الزمالك كسب الدوري انا هلبس فانيله الزمالك، ولو الاهلي كسب الدوري جمال يلبس فانيله الاهلي. تمام، جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد. فالقصه مش انا البس فانيله الزمالك. طب ما هو رئيس النادي متصور حواليه فاروق جعفر وحسن شحاته ولابس فانيله الزمالك وهم لابسين احمر. طيب ما ايمن شوقي لعب في الزمالك، مش لبس فانيله الزمالك؟ طيب مين لعب؟ ما لعب في الزمالك زكريا نصف. وزكريا نصف ما لعب في الزمالك، وعبد الجليل، عبد الجليل لعب في الزمالك. طب اشمعنى مصطفى يونس؟ طيب القصه اياها بتاعت اسمه ايه الولد، جورج الحسن اسمه، ده مصر بيتكلم عليها قبلها بسنين. لما مصطفى يونس نطق وانا ما غلطتش، ده بقول ده من حقه، الدنيا قامت ما عادتش. مصطفى يونس تصدق بالله، لا اله الا الله، والله العظيم يا راضي يا عبد العال وحياة ولادي، واحد منهم قالوا لي لو طالوا يضربوك بالنار هيضربوك بالنار. تصور ليه؟ ما انا مش عارف ليه. ايهما افضل، اللي بيدافع عن النادي ولا النادي؟ اللي خايف على النادي ولا النادي المباح ليهم كل حاجة؟ والكلمة بتاعت الكابتن صالح ديت شوف المرادف ليها ايه بقى. يعني بتاعت كابتن صالح اللي قطع التذاكر عشان اخوه واللي عايز بيحب النادي ده يدفع فلوس، المرادف بتاعها ايه بقى؟ تمام، تذكرتي من غير كلام. لا لا لا، تذكرتي كمان، ما انت يعني هم مره قال لك دعوات قد كده. اتمنى قبل عشان نخلص القصه عشان نتكلم في الكوره، نتكلم في الكوره وحشني جدا. بس هو تنهيدتك دي يا كابتن مصطفى، لا ده هو كتير قوي. هل علشان بقى بيتم وضع في الصور ممن يطالبون او ممن يتم توجيههم بالمطالبه بشطب مصطفى يونس ومنع مصطفى يونس من دخول النادي الاهلي، هل التنهيده دي علشان انت لا 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 ولا تفرق معايا التاريخ بتاع لا لا انا تاريخ النادي الاهلي، انا ابن شرعي للنادي الاهلي، هل لما يشتبوني تاريخي هيتلغي؟ مصطفى يونس هيتشطب من الحياه؟ لا ده بالعكس الدنيا تقلب عليهم. لا